الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم الحمد لله رب العالمين الهادي الى سواء السبيل والصلاة والسلام على اشرف الخلق واكرم المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. أما بعد فأخوتي الكرام، موضوعنا في هذه الليلة الهمة في طلب العلم، وهذا موضوع مهم لكل متعلم في هذه الدنيا، وقد أثنى الله تعالى على أهل العلم وبين أنهم لا يستوون مع غيرهم، فقال استعاذ أمن وقائد لا ليس إذا وقائد يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يسهل لصاحبه طريقه للجنة، فقال من سهل طريقا فالتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. والعلم ايها الاحبة الكرام يحتاج الى وقت، ان يفرغ الانسان للعلم وقتا خالصا مخصصا للعلم ومتعلقاته. وقد احسن الإمام ابن عيينة رحمه الله حين قال: العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، أي حتى تجعل له وقتا مخصصا. أيضا لا بد من اجتهاد ومثابرة، قد قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: العلم لا ينال براحة الجسد، فقل لمرجح معاني بغير اجتهاد رجوت المعاني. ويحتاج الى صبر ومصابره ومجاهده، ومن يصطدم للعلم يظفر بنيله، ومن يذكر الحسناء يصبر على الذل. واساس ذلك كله تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ايها الاحبه الكرام، حول موضوع الأهمية في طلب العلم يحدثنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الشنقيطي، وهو مثال حي يبتلى به في هذا الجانب، فنسأل الله بفضله وكرمه أن يزيده علما وتقى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما يشاء القدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف أبانا آدم على الملائكة الكرام ليس بالجسامة والضخامة والحسن ولا بكثرة العبادة والذكر، وإنما شرفه بكثرة العلم، فقد علمه ما لم يكن الملائكة الكرام يعلمونه، وحكم لصالحه في الامتحان فقال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد امتن الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلقه إليه بما علمه من العلم النافع، فقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
ولم يأمره بالازدياد من شيء مما أعطاه إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وامتن الله على أنبياء السابقين بما علمهم، فقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً. واستشهد الله الأنبياء على أعظم استشهد الله أهل العلم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأخبر أن العلماء وحدهم هم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون للتلقي عن الله وفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحكم لصالحهم على من سواهم في آية الزبر التي قرأها أخونا الآن فيما سمعتم، في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم وأهله، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكل هذا التنويه العظيم بالعلم وأهله يقتضي أن يحرص كل إنسان على أن يكون من أهل العلم، أولاً لأنهم وحدهم الذين يخشون الله حق خشيته، ولأن الله قصر دخول الجنة على أهل خشيته، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال إن الذين آمنوا في قال في سورة البينة نعم يقول نعم جزاء من رب ذلك لمن خشي ربه، ذلك أي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لمن خشي ربه. وهذا بالتركيب بين هاتين الآيتين نعلم أن الذين لهم جنات عدن عند الله هم من يخشون الله، والذين يخشون الله هم العلماء، لأنه قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبذلك نعلم المقصد من العلم، أن العلم الصحيح هو ما أدى إلى خشية الله. فالعلم الذي يريده صاحبه لمعصية الله وللتنافس في الدنيا والتطاول فيها ومجارات السفهاء وممارات العلماء والتصدر في المجالس يكون ترة على صاحبه يوم القيامة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عائذا بالله. أولهم رجل آتاه الله من العلم ما آتاه فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما صنعت فيها؟ قال: يا رب علمت فيك العلم. فيقول الله: كذبت. ويقول الملائكة: كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار.
ورجل آتاه الله من أنواع المال ما آتاه فعرفه نعمته عليه فعرفها فقال فما صنعت فيها؟ فقال يا رب لم أترك وجها تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقته فيه. فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ورجل آتى ورجل قاتل حتى قتل فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها فقال فما صنعت فيها؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذا العلم مقتض للإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجهه الكريم والزيادة في التقرب إليه بالأعمال الصالحة والطاعات والقربات بمختلف ألوانها وأوجهها، وما لم يؤدي إلى ذلك من العلم فلا خير فيه. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن العلم مثل الشجرة، وإن العمل مثل الثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. وقد نظم هذه جدي محمد علي رحمة الله عليه، فقال: العلم في قال العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهبا، والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها. وهذا العلم لا ينال إلا بالكد والاجتهاد، لأنه سلعة الله الغالية، ولذلك هو أولى ما يتقرب به إلى الله. وقد سئل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. فقيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، فقال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي في الكوكب الساطع فقال: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. وأخرج مالك في الموطأ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن قال: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. بمجرد أن يخرج الإنسان إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه، يكتب عند الله مجاهدا في سبيله رجع غانما. وهذا الفضل الكبير والسلعة الغالية تحتاج من الإنسان إلى أن يتهيأ لها ويتأهب، ولذلك لا ينال إلا بسبعة شروط. الشرط الأول منها التقرب له، فالإنسان ما دام بين أهله وذويه مشغول بتصرفاتهم وأمورهم وشؤونهم لا يجد وقتا كافيا للعلم ولا همة تساعده عليه. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يعلمه هذا الوحي حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع لخديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الملك وهو في غار حراء. وكذلك موسى بن عمران عليه السلام لما أراد طلب العلم ذكر له الخضر، لأن الله قال له حين أتاه رجل وهو في ملأ من بني إسرائيل فقال: من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا. فعتب الله على موسى إذ لم يرد العلم إليه، فقال: بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، فقال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا أي سنين في هذه الرحلة في طلب العلم حتى وصل إلى الخضر. ولذلك يقول أهل العلم: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. والرحلة في طلب العلم هي الغربة، وقد انتهجها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في مختلف العصور. فقد سافر أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، وسافر عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وسافر جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، وكلهم كانوا سمعوا هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرادوا التثبت منها حتى يسمعوها من غيرهم،
فسافروا من أجل التأكد منها. وهذا هو الذي يسمى لدى أهل الحديث بعلو رتبة الإسناد، وهو مطلوب لا محالة. وكذلك فإن أئمتنا من التابعين أيضا بذلوا جهودهم في الرحلة في طلب العلم، فدخلوا الأمصار وقطعوا الفيافية والمسافات، ومنهم الذين قضوا أعمارهم في الرحلة في طلب العلم. سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري، وذلك في الغربة والانتقال. وكذلك أتباع التابعين، فالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله قال: ما تركنا بلدة يذكر فيها الحديث إلا دخلناها. في كل عالم الدنيا ما في بلدة، لا توجد بلدة يذكر فيها الحديث فيها عدد من المحدثين إلا دخلاها طلبا للحديث. والبخاري رحمه الله خرج من البصرة يريد عبد الرزاق بن همام الصنعاني بصنعاء، فلما وصل إلى مكة قيل له إن عبد الرزاق قد مات وليس للبخاري راحلة، فرجع على رجليه إلى البصرة. فلما أتى البصرة لقي ركبا من أهل اليمن فقالوا: بل هو حي يرزق. فأصبح راجعا على رجليه إلى مكة، فلما وصل إليها جاءه اليقين بنعي عبد الرزاق. وكل أحاديث عبد الرزاق عند البخاري بنزول، ولكنه أرادها بعلو. وكذلك المكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري يقول: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. والشرط الثاني التواضع لمن تأخذ عنه، فإن العلم سلعة غالية، ولا يمكن أن يصل أحد منه إلى مستوى يشار إليه بالبنان إلا إذا كان قد أتعب نفسه وأجهدها في سبيل الوصول إليه. والإنسان الرشيد لا يمكن أن يضيع سلعته ويمنحها لمن لا يقدره ويحترمه. فلذلك كان احترام العلماء واجبا، وجعلوا ورثة للأنبياء، وعلمتنا الملائكة كيف نحترمهم، فإنها تضع الأجنحة لهم طلبا رضا بما يصنعون، ويستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في الماء. فلذلك كان موسى عليه السلام آخذا بهذا الأدب مع الخضر عليه السلام، فإنه لما أتاه قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلم يقل سأتبعك بصيغة القرار، وإنما قال: هل أتبعك بصيغة الاستفهام على أن تعلمني؟ فجعل نفسه متعلما، وهو أفضل من الخضر، فهو نبي من أولي العزم من الرسل. مما علمت أي بعض ما علمت، وذلك غاية في التواضع، فلم يقل له: أريد أن تعلمني كل ما لديك مما علمت رشدا. وكذلك فإن جبريل علمنا ذلك عليه السلام عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا آداب طلب العلم، فإنه لبس الملابس البيضاء الجميلة واغتسل وتطيب، فجاء في أحسن صورة كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذا من تمام الأدب أن لا يخاطبه من بعيد، وأن لا يرفع عليه الصوت، وأن يجلس بين يديه ويزاحمه بالركب، كما كان في وصية لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب. والمقصود بذلك التلقي منهم حتى لا يفوته شيء مما ينطقون به ولو كان الذي يقولونه سرا. فليس كل العلم يذاع، وليس كل العلم يعطاه من لا يستحقه، ومن العلم ما هو مضنون به عن غير أهله، فمن اقترب إليهم وآنسهم استطاع أن يصل إلى ما لديهم. فلذلك جاء جبريل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، إما على فخذي نفسه تواضعا،
واستجماعا لذهنه، لأن الإنسان ما دامت يداه في حركة فإن قلبه لا يستقر. ولذلك شرع في الصلاة القبض لتثبت يد الإنسان حتى يثبت قلبه، فكذلك وضع جبريل يديه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم تأنيسا له وتقريبا له حتى لا يظن أنه غريب، فكأنه من أهل الدار. وضع كفيه على فخذيه ثم بدأ يسأله. وهذا الشرط وهو التواضع لمن يأخذ الإنسان عنه كان سلفنا الصالح عبرة فيه. فالإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة دخل في مجلسه خلف الأحمر وهو من النحاة والرواة للشعر، وليس معروفا برواية الحديث ولا برواية العلم، ولكنه مشهور برواية الشعر والأدب والنحو. فقام إليه الإمام أحمد وأجلسه في مجلسه، فسئل فقال لقد تعلمت منه بعض أحكام النحو، فكان يستحق ذلك، وكان يقول من علمك حرفا فهو مولاك، هو مولاك أي سيدك. وكذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل عن نفسه: كنت أراني أنا ويحيى بن معين وعلي بن المديني نصلي العصر في مسجد القطان، أي يحيى بن سعيد القطان، فإذا سلم أسند ظهره إلى منبره وأقبل علينا يحدث، فربما لا نجد مكانا للجلوس فنظل قياما حتى تغرب الشمس وهم يكتبون، وربما انكسر قلم أحدنا فصاح قلم بدينار، والقلم هنا مجرد عود، فإذا انكسر لئلا يفوته شيء من الحديث يقول قلم بدينار من الذهب، لأنهم يدركون قيمة هذا الذي يسمعون من يحيى بن سعيد القطان. وكذلك كان كثير من أتباع التابعين يفعلون بأئمة التابعين، فكان محمد بن مسلم بن محمد بن مسلم الزهري إذا أتى المدينة رحمه الله خرج إليه أهل المدينة في استقباله عشية، أي مسيرة عشية يخرج إليه العلماء وطلابهم في استقباله وهو آت من الشام. وجاء مرة إلى المدينة فاستقبله أهلها مسيرة عشية، فلما اجتمعوا به بنوا خباء كبيرا، فجلس لهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فقال له سيدهم ذاك وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أي ربيعة بن فروخ المشهور بالرأي، ربيعة الرأي، قال له: لو حدثتنا بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده. فجلس محمد بن مسلم بن شهاب وحدثهم بستين حديثا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم سردا، فقال: لو زدتنا؟ قال: لا، حتى تحفظوا ما أقول. فقال: إنه في مجلسك هذا من قد حفظ ما قلت. فقال: من هو؟ فأشار إلى مالك بن أنس وهو شاب صغير ليس في وجهه شعرة، فدعاه محمد بن مسلم بن شهاب فسأله فأعاد عليه الستين على ترتيبها دون تقديم ولا تأخير، فكان بعد ذلك يقدمه على جلة العلماء ويوقره. وقد روى محمد بن مسلم بن شهاب عن تلميذه مالك بن أنس، مع أن محمد بن مسلم أدرك عددا من الصحابة كجابر بن عبد الله وغيره، ولكنه كان روى أحاديث عن مالك بن أنس. وكذلك كان طلاب مالك يجلونه ويوقرونه حتى قال الناس: كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك، من زينة الدنيا، كما يتفاخر الناس في الأموال والديار ونحو ذلك، في ذلك الوقت من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. وقد قال سحنون وهو عبد السلام بن سعيد التنوخي التونسي لولده محمد لما ذهب إلى الحج، قال: يا بني تقدم مصر وفيها ابن القاسم وأشهب وفيها أصحاب مالك، وتقدم المدينة وفيها كان مالك وفيها أصحابه كالمغيرة ومطرف، فإذا وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. كلمة واحدة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها
فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. والشرط الثالث من هذه الشروط هو الورع، والورع معناه أداء ما أمر الله بأدائه من الفرائض والسنن والمندوبات، واجتناب ما نهى الله عنه من المحرمات والمكروهات والشبهات كذلك. فلا يكون الإنسان ورعا حتى يترك المشتبهات. ولذلك ذكرنا بالأمس حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقد اختلف أهل العلم في الشبهات ما هي على خمسة أقوال. القول الأول أن الشبهات هي ما سكت عنه في الشرع ولم يرد فيه نص لبيان حكمه، وهذا القول هو أضعف الأقوال، لأنه ورد في حديثين يقوي أحدهما الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وبالحديث الآخر: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فما سكت عنه فهو على أصل الإباحة. القول الثاني أن الشبهات هي المكروهات، لأنها متوسطة بين الحلال والحرام، فقد نهي عنها نهيا غير جازم بحيث يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. والقول الثالث أن الشبهات هي ما اختلف فيه الراسخون في العلم في حكمه بين مبيح ومحرم، لأن خلافهم دليل على أن الأمر لم يحسم، فبقيت عليه ضبابة أو عماية أخفته فسمي شبهة لأجل ذلك. والقول الرابع أن الشبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة، فوجدنا حديثا يفهم منه إباحته، ووجدنا حديثا آخر يفهم منه تحريمه، أو آية أو دليلا من الأدلة. والقول الخامس أن الشبهات هي ما اختلط فيه الحلال والحرام من الأموال، المال إذا اجتمع فيه الحلال والحرام كان شبهة. وقد قال النووي رحمه الله: يمكن الجمع بين هذه الأقوال الأربعة فنفسر بها الحديث، فنقول الشبهات هي المكروهات، وهي ما اختلف فيه الراسخون في العلم، وهي ما تعارضت فيه الأدلة، وهي ما اختلط فيه الحلال والحرام، فهي كل ذلك. فكل ما اشتبه على الإنسان حكمه وارتاب فيه داخل في نطاق الشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والورع مطلوب على كل حال، لأنه سبب لنور البصيرة، والبصيرة هي مكان العلم من الإنسان. فإذا كان الإنسان يريد تنوير بصيرته وأن يكون أهلاً لحفظ العلم وأن يكون وعاءً للوحي المنزل المقدس، فعليه أن يكف جوارحه عما حرم الله عليه وعما كره له، حتى تستنير بصيرته فيكون أهلاً لنور الله سبحانه وتعالى. وقد روي عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه حين أتى المدينة وجلس إلى مالك، أول مجلس جلسه بين يديه، انتهى مجلس التحديث فقام الناس، فبقي الشافعي في مجلسه ولديه كتاب من أمير مكة يشفع له عند مالك. فرآه مالك فدعاه فقال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره، فلا تطفئه بظلمة المعصية. فكان ذلك نصيحة له، كانت أول ما وجهه مالك إليه بالخصوص: إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويروى عنه أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الشرط الرابع الجوع، والمقصود به ألا يشغل الإنسان نفسه بالمآكل والمشارب وتتبعها، فإن من كانت أكبر همه لا يفلح. والعلم يحتاج إلى صفاء في الذهن والباطن، والمشغول بكثرة المآكل والمشارب
لا يجد وقتا للتفكير ولا تتحمل ذاكرته شيئا كثيرا. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. وذلك أن الاشتغال شيء من أعضاء البدن وأجهزته يؤثر على باقيها. وموسى عليه السلام لم ينل هذا العلم حتى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. عندما أحس بالجوع كان موعده مع معلمه وهو الخضر عليهما السلام. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول يعصبون الحجارة على بطونهم من الجوع، كما في حديث عتبة بن غزوان المازني رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. وفي صحيح البخاري عن سعد بن مالك وهو سعد وأبي وقاص رضي الله عنه قال: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. والشرط الخامس المخاطرة، أي أن تهون على الإنسان نفسه في طلب العلم فيخاطر في سبيل الوصول إليه. فموسى عليه السلام ما نال هذا العلم حتى ركب البحر في سفينة مخروقة، وهذه أكبر المخاطرات. وإذا أدرك الإنسان عظمة ما يطلب فإنه سيخاطر في سبيله كالذي يغوص من أجل الوصول إلى اللؤلؤ في أعماق البحر، والذي يخاطر في التجارات لأنه سيربح أرباحا طائلة. فكذلك طالب العلم يخاطر في سبيل الوصول إليه لعلمه أنه إن أدركه سينال خيرا كثيرا. والشرط السادس هو معصية الهوى. فالإنسان الذي يتبع هواه كلما دعته نفسه إلى النوم نام، وكلما دعته إلى الراحة ارتاح، وكلما دعته إلى اللهو لها، لا يكون أبدا من أهل العلم. ولذلك كانوا يقولون: أكلما اشتهيت اشتريت. فطالب العلم لا بد أن يكون العلم أهم لديه من كل ذلك وأن ينشغل به. والإمام النووي رحمه الله جاء من مدينته نوى بدرعة إلى دمشق لطلب العلم، فتلك المدة وجد نفسه أنه كان محبا لأمرين من أمور الدنيا، للخيار في الأكل وللنوم، فهجر النوم إلا جالسا. كان إذا أراد أن ينام أسند ظهره إلى عمود من أعمدة المسجد فنام وهو جالس، وترك أكل الخيار حتى رجع إلى مدينته في طلب العلم. وانظروا إلى ما أحرزه الإمام النووي، لأنه عاتب نفسه وألجمها عن اتباع هواها حتى حصل مبتغاه. والشرط السابع من هذه الشروط الاتباع، وهو أن يعمل الإنسان بما تعلمه. فقيد العلم العمل به. ولذلك روي عن السفيانين سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة رحمهما الله أنهما كانا يقولان: إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم فائدته العمل به، فإذا لم يعمل الإنسان به كان حجة عليه بين يدي الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا عملت به كان حجة لك، وإذا تركته ظهريا كان حجة عليك. وهذه الشروط السبعة تحتاج إلى أجنحة هي عدة طالب العلم، وهي سبعة أيضا. فالجناح الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الطلب، فقد ذكرنا أن العلم قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى،
وقد كان كثير من السلف يمتحنون أنفسهم في الإخلاص في الطلب. وقد قال مالك رحمه الله حين قيل له: ما زال الناس يزيدون كتبهم وأنت تنقص كتابك، أي الموطأ، فقال: ما كان لله فسيبقى. فلم يصل إلينا من كتب ذلك العصر إلا موطأ مالك. والإمام النووي اتهم نفسه بأنه لم يخلص عندما كتب كتاب روضة الطالبين في الفقه الشافعي، فعزم على أن يغسله من الأوراق ليكتب فيها كتابا جديدا، فحال الله بينه وبين ذلك. فكانوا يتهمون أنفسهم في الإخلاص في طلب العلم. وذكر الغزالي رحمه الله عن شيخ من شيوخه أنه لما أراد أن يخرج في الطلب رفع رجله ثم ردها، فقال له: ما هذا؟ قال: حتى أعقد النية، حتى لا تمضي خطوة واحدة دون نية في طلب العلم. والإخلاص لله سبحانه وتعالى يزكي العمل وينميه، فالعمل اليسير إذا أخلص فيه صاحبه لله بارك الله فيه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. وأعظم شيء بركة يمين الرحمن سبحانه وتعالى، فلذلك ينمو فيها العمل ويزداد حتى تكون كالجبل، كما يربي أحدكم فلوه، الفلو ولد الفرس، والفصيل ولد الناقة، حتى تكون كالجبل في ثقلها وضخامتها. والشرط الثاني، أقصد والجناح الثاني بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هو الوقت. فالعلم يحتاج إلى وقت، وهذا الوقت منه وقت الكتابة ووقت الرواية ووقت الحفظ ووقت الشرح ووقت المذاكرة والمراجعة، وهذه خطواته كما قال الشيخ ابن متالي رحمه الله: كتب، إجازة، وحفظ الرسم، قراءة، تدريس، أخذ العلم. ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المراتب المرام لم ينل. وهذا كله يأخذ وقتا، وهذا الوقت ينبغي أن يكون أفضل أوقات الإنسان وأزكاها، الوقت الذي لا يجد فيه ألما ولا تعبا ولا نعاسا، وأوقات البكور التي بورك فيها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، أوقات البركة في عمر الإنسان إذا صرفها في طلب العلم أفادته كثيرا. والجناح الثالث الهمة، وهي موضوع هذه المحاضرة. والهمة معناها العزيمة والقوة والجلد في الطلب، فهي مؤلفة من ثلاثة عناصر: عمل قلبي وهو العزيمة، فلا بد أن تكون قوية، ثم بعدها بعد العزيمة القوة، أي قوة النفس، بحيث يكون الإنسان إذا عزم لا يتذبذب ولا يرجع عن عزيمته، ثم بعد ذلك الجلد، أي قوة البدن مع قوة العزيمة. وليس المقصود بقوة البدن القوة الخارقة، لكن إذا اجتمع الصبر مع العزيمة والجلد فإن ذلك كاف في القوة. وقد قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: متى تجمع الرأي الحصيفة وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. فكذلك إذا جمع الإنسان أيضا بين قوة العزيمة والصلابة التي هي الصبر والجلد في الطلب والإلحاح فيه، فإن ذلك هو المقصود بالهمة. وهذه الهمة بها يتفاوت الناس، فقد اشتهر كثير من السادات في مختلف العصور بقوة همتهم. فمثلا يقول زياد بن حمل، وهو من أهل الجاهلية وقد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام، يقول: حتى ينال أمورا دونها قحم. يصف أصحابه من الذين يبذلون جهودا هائلة ويصبرون على الكد والمتاعب،
فيقول حتى ينال أمورا دونها قحم، أي لا يوصل إليها إلا باقتحامات ومخاطرات. وكذلك يقول زهير بن أبي سلمى المزني في مدحه لحصن بن حذيفة بن بدر الغطفاني، يقول: وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله، غدوت عليه غدوة فرأيته قعودا لديه بالصليم عواذله، يفدينه طورا وطورا يلونه، وأعياف ما يدرين أين مخاتله، فأعرضن منه عن كريم مرزئ عزوم على الأمر الذي هو فاعله، عزوم على الأمر الذي هو فاعله. فهذا الذي يصل إلى مبتغاه إذا كان قوي العزيمة على الأمر الذي هو فاعله. ويقول الآخر: إذا القوم أموا، يقول: إذا القوم أموا بيته فتنقد قد السيف، لا متضائل ولا رهل لباته وبآدله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، فكل الذي حملته فهو حامله. إذا القوم أموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله. ويقول الآخر: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعايي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست مطاعة ومهما وكلت إليه كفاه، أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. وتقول الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها في مرثيتها لأخيها صخر: أعينا يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. ويقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في وصف عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ويقول فيه آخر في ابن عباس: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور، وهم لذاتك أن يلعبوا، فهمك فيها جسام الأمور، وهم لذاتك أن يلعبوا. وقد حدث ابن عباس رضي الله عنهما عن همته في طلب العلم، فقال: توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا في الثالثة عشرة من عمري، فذهبت إلى لدة لي من الأنصار، أي قرين في الميلاد، فقلت: إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نسد لأمته يوما مسدا تحتاج إليه. فقال: ومتى يحتاج إلينا؟ دعنا نلعب. فتركته وذهبت. وكان ابن عباس يأتي زيد بن ثابت يتعلم منه، فيجلس على بابه ينتظره للخروج في شدة الحر والشمس، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر خرج زيد، فوجد ابن عباس جالسا على بابه وقد على الغبار جبهته، فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما الذي أجلسك ها هنا؟ فيقول: طلب العلم. فجاء للطلب، وهو جائزته التي من أجلها أتى. وكذلك أخرج مسلم في الموطأ، مسلم أقصد في الصحيح، ومالك في الموطأ وغيرهما، عن محمد بن جعفر، عن جعفر بن محمد أقصد، عن أبيه محمد الباقر، أنه ذهب إلى جابر بن عبد الله وهو شيخ كبير قد عمي، فدخل عليه هو وأصحابه فسأل عنهم، حتى إذا بلغ إلي قال: من أنت؟ قلت: أنا محمد بن علي بن الحسين. فقال: يا ابن أخي ادنو مني.
فدنوت منه فحل زري الأعلى وزري الأسفل ووضع يده بين ثديي، ثم قال: يا ابن أخي اسأل عما بدا لك. فسأله عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بحجة الوداع بتفصيلها في الحديث الطويل الذي هو أشمل أحاديث الحج تقريبا. فجائزة حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبطه لدى صاحبه جابر أن يحدثه بالعلم، وهمته كبيرة فيه، فهو شاب من آل بيت النبوة، ويذهب لطلب العلم ويحفظ هذا الحديث بطوله ويجتهد في الطلب. وكذلك اشتهر أقوام بالهمة العالية في الطلب فجدوا في ذلك، فسلمان الفارسي رضي الله عنه عندما بلغه خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث في جزيرة العرب، هرب من أبيه، وكان أبوه دهقانا من دهاقين فارس من كبار تجارهم وأغنيائهم، فهرب فلقي ركبا من أهل العراق من أهل المدائن ذهبوا به إلى الموصل، وجلس هنالك يسأل عن أخبار هذا الرسول الذي سيبعث في آخر الزمان، ويصحب الرهبان راهبا بعد راهب. وكان آخر المطاف أن أخذه ركب من اليهود واتجهوا به إلى المدينة لعلمه أن المدينة هي المكان الذي سيهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخانه اليهود فباعوه لبني عمومتهم بالمدينة، فبيع عبدا بالمدينة، ولكنه رضي بذلك لقوة همته، لأنه جاء يطلب صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب هذا العلم. حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما علم به سلمان أخذ طبقا من التمر فجاء يحمله إليه فوضعه بين يديه، فقال: ما هذا؟ فقال: صدقة. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة ولم يأكل منها، وقال لأصحابه: كلوا حتى لا يكسر خاطر هذا العامل. ثم جاءه يوم آخر بطبق من التمر فقال: ما هذا؟ فقال: هدية. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال كان من تمام لزومه له أنه أمر المؤمنين أن يفتدوه من اليهود، فافتدوه وساعدوه حتى خلص نفسه من ربقة الرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن افتداه بيده، فغرس النخل لليهودي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن من الرهبان الذين كانت لهم همة عالية في العهد النبوي راهب من رهبان نجران، كان ليلة في الدير فمر حوله راكب يتغنى ينشد، فاستمع إليه ظن أنه ينشد شعرا كما كانوا يألفون، فإذا هو يقرأ سورة النساء، فاستمع إليه حتى بلغ قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فوضع الراهب يده على أنفه ونزل مسرعا يخاف أن يطمس وجهه في قفاه، حتى لحق ذلك الراكب فصحبه إلى المدينة، فجاء يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه. وكذلك من هؤلاء الذين كانت لهم همة عالية في طلب العلم كعب الأحبار الحميري، وهو شاب من يهود اليمن من حمير من العرب، وكان أبوه حبر اليهود وعالمهم الكبير في اليمن، ولكنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده كأحبار اليهود جميعا في ذلك الزمان، فأخذ الأوراق التي فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فوضعها في صندوق وأغلقه وأحكم إغلاقه، وكان يخوف ابنه الذي هو حريص على دراسة العلم وحفظ التوراة من هذا الصندوق، فيقول: يا بني لا تفتح هذا الصندوق فإن في فتحه هلكة عليك. وبينما هو مع والده إذ مات والده، فحزن كعب حزنا شديدا على أبيه الذي هو معلمه وأستاذه، فلما رجع من دفنه وهو في غاية الحزن سولت له نفسه أن يفتح ذلك الصندوق حتى يرى ما فيه،
ففتحه فإذا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته بالتوراة، فزال الحزن عنه بالكلية ونسي أباه وخرج إلى المدينة ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان من بعدهم من الذين اجتهدوا في هذه الهمة العالية فأصبح لهم الأثر الكبير. فالعالية مولاة طلحة بن عبيد الله التيمي هي أم الإمام مالك بن أنس. عندما شب مالك، أي أول ما أدرك وبدأ يقرأ، ألبسته ثوبا جديدا وعممته بعمامة بيضاء وجعلت له صرة من النقود في جيبه وقالت: اخرج إلى المسجد ولا ترجع إلي حتى تكون شيخ الحلقة. فجلس مالك في المسجد حتى حفظ كل ما في المسجد من علم أهل المدينة، وكان إليه المرجع في علوم أهل المدينة، وقال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 محنكا أني أهل لذلك. 70 محنكا، أي 70 صاحب عمامة، أي من الرواة ومن العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، أني أهل لذلك. ومثل ذلك محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فإن أباه مات بالشام وقد ولد هو بغزة، فصحبته أمه إلى مصر ثم انتقلت به إلى اليمن، وهنالك تعلم الرماية فكان يصيب من كل 10 أهداف 9. ثم ذهبت به أمه إلى مكة إلى بني عمه، فلما جاء إلى مكة كان يكتب الحديث، فيأتي بالكتب حتى ملأت عليه غرفته وهو رجل فقير، فحبس نفسه حتى يحفظ كل ما في غرفته، فحفظ كل ما فيها وأحرقه واستطاع أن يخرج. ولذلك يقول: علمي معي حيثما يممت، يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وخرج إلى بني هذيل فحفظ 12,000 بيت من أشعارهم، ثم ذهب إلى المدينة ليسمع الموطأ من مالك، ولم يأتي المدينة إلا وقد حفظ الموطأ قبل أن يرى وجه مالك. ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق، وهنالك صاحب محمد بن الحسن وصاحب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، ثم رجع إلى مصر، وبها مات 240 من الهجرة، وعمره 54 سنة، لم يتجاوز ذلك. وكذلك من ذوي الهمم العالية من الذين كان لهم حظ كبير من العلم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري مولاهم. فالبخاري رحمه الله مات أبوه وهو في الرضاعة، فاعتنت به أمه، فلما بلغ 4 سنين كف بصره وعمية، وكانت أمه محبة للقرآن والسنة، وكانت نذرته لأن يكون من حفظة كتاب الله، فلما عمية انقطعت همتها وظنت أنه لم يعد قابلا لأن يحفظ القرآن، ولكن لم تيأس، فكانت تقوم الليل فتسأل الله أن يرد على هذا الغلام بصره، حتى إذا كانت ليلة من الليالي في الثلث الأخير وهي تجتهد في الدعاء وتبكي، استيقظ ولدها فقال: يا أماه لقد رد الله علي بصري، فرد الله عليه بصره. فبدأ كتابة الحديث حتى حفظ 700,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها ومتونها. وقد قال عن نفسه إنه في بعض الأحيان يوقد القنديل فيكتب، ثم يطفئه فينام، ثم يقوم فيوقد القنديل فيكتب، ثم يطفئه فينام، حتى يتكرر ذلك منه 16 مرة في الليلة الواحدة. وعندما أراد أن يكتب صحيحه لم يجعل فيه حديثا واحدا، حتى توضأ وصلى 2 ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة واستخار الله هل يجعل هذا الحديث بالصحيح أم لا. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله.
وكانت هذه الهمة أيضا سببا لبروز أقوام آخرين، فالمنصور أبو جعفر رحمه الله اشتهر بالجد والتشمير في طلب العلم، حتى إنه لما ولي الخلافة قال لمالك: يا أبا عبد الله، إنه لم يبق عالم غيري وغيرك، أما أنا فشغلتني الخلافة، وأما أنت فاكتب للناس كتابا تجمع فيه أصول العلم. وكذلك من الذين اشتهروا بعلو الهمة في تاريخنا الإسلامي الإمام ابن عساكر مؤرخ الإسلام، فقد قال الإمام الذهبي إن تاريخه الكبير الذي هو تاريخ دمشق لا يتصور إنسان أنه قد ألفه إلا إذا كان قد بدأ التأليف فيه في الرابعة من عمره، السنة الرابعة من عمره يكون هذا المشروع لديه وقد بدأه وهو ابن 4 سنين، لأنه بتوزيع الأوراق 100 مجلد مجرد الكتابة فقط لو وزعت على الزمن وعرفنا المعدل العادي الذي يكتبه الإنسان في اليوم لكان هذا الكتاب مقارنة بعمر ابن عساكر قد بدأه في 4 من عمره. وكذلك من هؤلاء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، فقد اشتهر بقوة همته في طلب العلم، وقد عرف ذلك العلماء في دمشق وهو طفل صغير عندما جاء رجل من العلماء فرأى الصبيان في الكتاب فاستمع إليهم، فرأى ذلك الصبي المتميز عنهم بسرعة حفظه وذكائه فدعاه فكتب له 16 حديثا وأعطاه اللوحة، فنظر إليها نظرة واحدة فأعادها إليه فغسلها ثم سأله عنها، فظن أنه كان يحفظها من قبل، فكتب له 16 حديثا من الغرائب التي ليست من حديث أهل الشام، فنظر إليها نظرة واحدة وأخذ منه اللوح فأعادها عليه فغسل اللوح. امتحنه بهذا الامتحان مثلما امتحن أهل بغداد الإمام البخاري لما أتاهم في المرة الثانية، فجمعوا له 100 طالب من طلاب الحديث، وكل طالب كتبوا له حديثا قلبوا إسناده وجعلوا إسناد هذا الحديث لمتن هذا ومتن هذا لإسناد هذا، فجاء الأول فسأله فقال: يا أبا عبد الله، ما قولك في هذا الحديث؟ فقرأ الحديث الذي لديه فقال: لا أعرفه. والثاني والثالث حتى كمل 100، فقالوا: لا علما للرجل بالحديث. فنظر إلى الأول فقال: أما الحديث الذي ذكرت أنت فوجهه الصحيح كذا وكذا، ورد الإسناد إلى متنه وهكذا، فأكمل ذلك 100 حديث في ذلك المجلس، فردها وجود الإسناد كما قال العراقي رحمه الله. وكذلك من الذين اشتهروا بعلو الهمة أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، فقد كان أبوه وزيرا من وزراء الدولة الأموية بالأندلس، وقد تربى في نعمة وملك، ولكنه اشتغل بالطلب وهو صغير
حتى جمع علوم أهل بلاده قبل بلوغه. ولذلك يقول عن نفسه: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وكذلك شيخه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المالكي الشاطبي، أي الدفين شاطبة القرطبي في أصل مولده، فإنه اشتغل بالطلب حتى إن العلم الذي لا يوجد بدون بلخة، أي لا وجود له فيما وراء العراق، وصل إليه بالأندلس لتتبعه. فروى أكبر مسانيد الدنيا، وهو مسند بقي بن مخلد، وليس لدى أحد سواه في ذلك الزمان، وألف كتابه التمهيد لما في الموطأ من المتون والأسانيد، ألفه خلال 30 سنة، وقال فيه: سمير فؤادي من 30 حجة وكاشف همي والمنفس من كربي، جمعت لهم فيه كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ذوي الهمم العالية الذين أثرت هماتهم وكان لها الأثر الكبير، أيضا القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المغربي، فإنه رحمه الله اجتهد في جمع العلم حتى ألف كتابه مشارق الأنوار، وهو شرح لمشكلات الصحيحين والموطأ. فلما وصل الكتاب إلى أهل مصر نظر فيه أبو حيان الجياني الأندلسي الذي هاجر إلى مصر واستقر بها، فقال: مشارق أنوار تبدت بسبتة، فوا عجبا تبدو المشارق بالغرب، ومرعا خصيب في جديب ربوعها، ألا فاعجبوا للخصب في موضع الجدب، فما فضل الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. وقد اشتهر من المتأخرين الإمام محمد بن علي الشوكاني الصنعاني اليمني رحمة الله عليه، وقد كان أبوه فقيها من فقهاء الزيدية، فقرأ عليه وهو صبي صغير كتابا من مقدمات فقه الزيدية، فذكر له فرائض الوضوء، فعد منها غسل المخرجين كما هو مذهب الزيدية. فقال الشوكاني: ما دليل ذلك؟ فقد عرفت دليل غسل الوجه واليدين والمسح، دليل مسح الرأس ودليل غسل الرجلين في آية سورة المائدة، فما دليل وجوب غسل المخرجين في الوضوء؟ فبهت أبوه فلم يستطع أن يجيبه، فقال: يا بني أنت طفل صغير، فإذا كبرت فابحث عن ذلك. فاجتهد هو حتى شرح ذلك المتن بكتابه السيل الجرار على حدائق الأزهار، فنسف كل ما فيه مما ليس عليه دليل، وكان من الأئمة المجتهدين، وكان من الذين لم يمنعهم التعصب من أن يقولوا الحق ويأخذوا به. ومن الذين اشتهروا كذلك بالهمة العالية في طلب العلم المختار بن بون الجكني الشنقيطي، وقد خرج لطلب النحو وهو حدث صغير السن، فدرس مختصر ابن آج الروم على شيخ من الشيوخ فلم يستوعبه، ويوم إكماله خرج حزينا إلى الصحراء فجلس تحت شجرة، فرأى نملة تحاول قطعة صغيرة من الشحم على عود، فتصعد صعدت حتى وصلت منتصف العود فسقطت، ثم رجعت حتى وصلت في السابعة، مرت السابعة، فقال: لن تكون هذه النملة أضعف مني همة. فقوى همته فأعاد الكتاب، ففتح الله له في العلوم، وأصبح شيخ زمانه في تلك البلاد. وقد ذكر الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه بعض همم من كان في تلك البلاد من العلماء الربانيين السابقين، فقال: لهم همم علت فوق الثريا، بها شادوا لنا حرما أمينا، وعابونا بها، فمتى نزلنا سوى زحل عددنا عابثينا، هي الحسب الرفيع لنا لونا على الآثار منهم مقتدونا.
ومن ذوي الهمم العالية في تلك البلاد أيضا من في طلب العلم محمد حبيب الله الفاضلي ولد شغى موسى المشهور بالمجيدري لأنه أصابه الفدري وهو صغير. فهذا الشاب حفظ وفهم واستوعب كل ما في بلاده من العلم وخرج إلى المغرب لطلب العلم وعمره 15 سنة. فلما جاء إلى المغرب ناظر العلماء فظهر عليهم جميعا ولم يجد من يستطيع مناظرته، وكانت جائزته لدى السلطان أن تفرغ له مكتبة من المكتبات لا يدخلها عليه إلا من يحمل له طعامه وضرورياته مدة أسبوع فيحفظ ما في تلك المكتبة ويستوعبها. ومن غرائب أمره رسالته إلى أمه، فإنه مر به تاجر من تجار الكتب المغاربة الذين يحملون الكتب فيبيعونها جنوب الصحراء في بلاد شقيط، فكتب له ورقة إلى أمه وأعطاه عبدا وتسعين درهما وسلهاما وهو البشت كما تسمونه وزربية هي البساط المعروف، فكتب له سلام بزيادة لام ماء إلى لامه وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه وإياك نعبد وإياك نستعين. فنظر التاجر في الورقة فلم يفهم منها شيئا وظن أنها لا تعلق لها بالموضوع موضوع الرسالة، فأراد أن يأخذ الرسالة. فلما وصل إلى أهل الرجل سأل عن العجوز أم ذلك الشاب، فرمى إليها الورقة فنورت فيها لحظة فقالت هات السلهام والزربية والعبد والتسعين. فقال كيف فهمت ذلك؟ من أين لك ذلك؟ قالت هو قال سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، واللام لدى أهل التصريف آخر حرف في الكلمة، ولام ماء هاء لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه، وإذا أضيفت الهاء إلى لام سلام صار سلهاما. وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول عرضت على ذهني كل بيت في شعر العرب بدايته ترديت لعلي أجد فيه كأن حتى أعرف خبرها، فوجدت قول غيلان ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد كأنها زرابي، والزرابي واحدتها زربية. وهو قال وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه وإياك نعبد وإياك نستعين لم أفهمها ولم أعرف مناسبتها، فأزلت عنها النقاط لعلها تكون مصحفة، فقرأتها فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين. وقد ذكر الشيخ محمد علي رحمة الله عليه ما كان عليه الشيخ يحضيه بن عبد الودود من الهمة العالية في طلب العلم، وقد حدثه بقصة طلبه للعلم وذهابه إلى الشيخ محمد بن محمد سالم وأولاده للطلب، وصبره على ما لقي من الأذى في الطريق، وصبره أيضا على القل وعلى الانقطاع عن أهله، فكان ذلك همة عجيبة لا يقارنها في زمان المتأخرين في تلك البلاد إلا ما كان لدى الشيخ سدية الذي صبر عن أهله 20 سنة لم يصل إليه أي خبر عنهم وأمه حية. وبعد 20 سنة رأى رجلا من بني عمه يدخل عليه في مكتبة هو فيها، فهش له ولكنه خشي أن يقول له إن أمك ماتت وإنها تريد أن تعود إليها أو أن يحدثه بخبر يقطع عليه دراسته، فأراد أن يغضب الرجل حتى لا يحدثه بأي حدث عن أهله. فقام إليه فقال ما الذي أتى بك عن بقراتك ها هنا؟ فغضب الرجل ولم يخبره بشيء فانصرف. والشيخ سدية يقول عن نفسه مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، ولذلك وصفه الناس على ما كان عليه من الجمع لهذا العلم وغيره من مكارم الأخلاق والعبادة. وفيه يقول أحد الشعراء
ما للمشيب وفعل الفتية الشببة وللبيب يواصي في الصبا خببة آنت لذي شمط الفودين رجعته إن القتير ليحمي ذنها طربة لما تأوبني من طول ما جمحت نفسي هموم رمت صبري بما سلبه ناجيت فكري وقد أمعنت من نظري ثم استمر بي الرأي الذي اكتسبه أن يممت شرف الدين الكمال بنا علياء تعتسف الآكام والهضبة حتى وضعت عصا سيري بباب فتن يهوي الطريد ويولي الراغب الرغبة من نبعة طيب البالي أرومتها بيتا أحل ذرى المجد العلا نسبه حارت ناس بجدوى حاتم ولقد نرى سخاء كمال الدين قد غلبه أحنا على الشعث والأيتام من نصف على صغير لها قد أكبرت عطبها أشد عند تمادي أزمة فرحا بالمعتفين من العافي بكل هبة يلقى العفاة بوجه من سماحته كالهندواني تجلو متنه الجلبة وإن ألم به ضيف فمرتحل يثني وكان حميد الظن إذ رغبه ولا يفرق مدح الشيخ في فرق شتى ويكثر مما قد رأى عجبه رأى هنالك أخلاق الكرام إلى زي الملوك وزي السادة النخبة رأى مصرعة الأنعام قد قسمت بين الصفيف وبين الجونة الرحبة رأى الضعفاء على باب الكمال كما يرى الضيوف كما يرى الدثور على عد حمت قلوبه من معتف وأخي حوجاء وملتمس فصل القضاء ومريد كشف ما حجبه أو كشف مسألة والكل قد وسعت جفانه ولكل منهما طلبه فالله بارك في نفس الكمال وفيما الله موليه من قصوى ومقتربة إن تستبق حلبات المجد راكضة نحو المعالي تراه سابق الحلبة إلى آخر القصيدة. وقد ذكر الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بعض وصف طلاب يحضيه الذين كانوا معه في وقت الطلب فقال لي جيرة كنجوم الصحو غران شم طهارا ثيابا أينما كانوا من كل قطر تواقي بينهم كرما هماتهم وأروم القوم شذان يزدان بالعلم أهل العلم كلهم والعلم من جيرتي يسمو ويزدان لا أستلذ مقاما بينهم فرقا من الفراق ولا آسى إذا بانوا. وقد قال هو أيضا في وصف طلابه رحمة الله عليه في الاستسقاء يقول أرجي من الرحمن عود طلالي حلال بأجزاء التلال حلالي تفيء عليهم بالظلال غوارب وتغدو عليهم مثلها بظلال هم صابروا بأس المحول فزلزلوا وولوا شلالا تقتدي بشلالي بصوب سوار غاديات روائح تؤوب إلى سبع بكل هلال فتصبح أرض المسلمين جميعها زرابي نور بين فيض زلال وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال وعمارها من كل ضنه كريمة كريم خلال من كريم خلال أغر كمصباح الظلام بل إنه كمثل تلال العارض المتلالي يظلون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلالي يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للأعمى أو نداء بلالي وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال وهذه الهمة العالية هي التي تعلو بصاحبها وتنزله المنازل الرفيعة وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فإذا دنت بالإنسان همته فسيصل إلى أسفل سافلين وإذا علت به همته فمقامه في أعلى عليين ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في خواتم الكوكب الساطع ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية رجاء فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما نهى عنه اجتنب فحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاذه أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية ففوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل فخذ صلاحا بعد أو فسادا وشقوة ترديك أو إسعادا وقربا أو بعدا وسخطا أو رضا وجنة الفردوس أو نار لظى. وقد قال علال بن عبد الله الباسي رحمه الله مما يرفع الهمة في مسابقة الزمن يقول أبعد بلوغي 15 ألعب
وألهوا بلذات الحياة وأطربوا، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. ومثل ذلك ما قاله أحد الشعراء الفلسطينيين في مرثيته للشيخ المجاهد عز الدين القاسمي رحمة الله عليه، فإنه كان يعلم الناس في الجامع الأموي في دمشق، فلما أراد اليهود أن يحتلوا فلسطين رأى هو أن اشتغاله بتعليم الناس هنالك مفضول، وأن الفاضل له هو الجهاد والوقوف في وجه العدو، فخرج إلى فلسطين بطلابه وكون بهم الكتائب وبدأ الجهاد. ولما استشهد رحمة الله عليه، نرجو أن يكون من الشهداء المقبولين عند الله، قال فيه أحد الفلسطينيين في مرضيته: إن الزعامة والطريق مخوفة غير الزعامة والطريق أمان. الزعامة إذا كانت في وقت الشدة والطريق مخوفة غير الزعامة والطريق أمان، فذو الهمم العالية هم الذين يصبرون على المخاطر، وهم الذين يقفون في وجهها بثقة. ولذلك يذكر من المتأخرين من ذوي الهمم العالية أبو الأعلى المودودي رحمة الله عليه، فإنه رحمه الله أراد أن ينتصر للمسلمين الذين آذاهم الإنجليز والاستعمار في الهند وذللوهم وخيسوهم وأرادوا أن يفصلوهم عن الإسلام بالكلية، فكان يخطبه المسلمين وينبههم على أن لهم دينا وأنهم إخوان في الدين وأنهم لا بد أن يتعاونوا. فلما أيس أن يجتمع كل المسلمين في الهند مع غيرهم أراد أن يفصل المسلمين، فأنشأ دولة باكستان وفصلها عن الهند بهمته. وكان يوما من الأيام يخطب في قاعة كبيرة ومعه آلاف من الناس، فدخل عليه بعض الأعداء وبيدهم السلاح فأطلقوا النار في القاعة، فدخل الناس تحت الكراسي وقالوا له: اجلس اجلس. فقال: إذا جلست أنا فمن يقوم؟ واستمر يخطب قائما. فذوي الهمم العالية يتحدون الوقائع، فهم الذين يستطيعون أن يقفوا هذا الموقف الذي وصفه أبو الطيب المتنبي في قوله لسيف الدولة في معركة الحدث: تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. والذين يشتغلون بملذات الحياة ويهتمون براحة أنفسهم سيعيشون حياة طبيعية ما كتب لهم، ثم يموتون موتا طبيعيا ولا يتركون أثرا في الدنيا. ولنقارن أي أحد من هؤلاء الذين ذكرناهم من العظام الذين أتعبوا أجسامهم ولكنهم أراحوا ضمائرهم، لنقارنهم بأي أحد منا في همته في طلب العلم وشغله في ذلك، فسنجد أن أولئك كانوا يبذلون الوقت ويصلون الليل بالنهار ويجتهدون في هذا الطلب اجتهادا عجيبا، حتى إن الشيخ محمد المعمي رحمة الله عليه ذكر أنه مكث 9 أشهر وليس له ضوء يقرأ عليه بالليل إلا عظام الحوت النتنة، فيوقدها ويقرأ على ضوئها طيلة الليل مدة 9 أشهر. وكان من ذوي الهمة العالية في طلب العلم ومن الذين صبروا عليه صبرا عظيما. كذلك من المهمات التي ينبغي أن يتذكرها الناس في قضية الهمة أن الهمة التي نذكرها في طلب العلم أيضا مثلها الهمة في تفهمه والهمة في حفظه والهمة في العمل به، فكل ذلك مطلوب. والذي يريد أن يكون من الذين تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى لا بد أن يمتثل ما يدرس،
وأن يبدأ بنفسه. فخطيب الأنبياء شعيب عليه السلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن هنا كان أبو الأسود الدؤلي رحمه الله يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، وتصف الدواء لذي السقام، وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول، ويشتفى بالقول منك، وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من ذوي الهمم العالية، وأن يعلي منازلنا في الصالحين، وأن يكتبنا في أعلى عليين، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.